ومن كلام شافكي هذا المليء بالمحبة والأخوة والجمال من أصل يعني أصل هذه المدينة الطيبة القاهرة حقيقة الولادة والحاضنة لكل العرب، أيضا لقاءات الأخوة والمحبة مستمرة حتى على الجنب السياسي، هذا الجنب المهم بالنسبة لنا كبلدان عربية بإعطاء دافع قوي للاقتصاد وأيضا لجميع الموارد الثقافية والأدبية والفنية والاقتصادية وما يشغل العالم العربي اليوم. راح ينضم لنا وزير الإعلام الأردني السابق صخر دودين ضيف عزيز في برنامج بيت للكل. أهلا وسهلا بك معالي الوزير. أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا، حياك الله. معالي الوزير، اليوم نتحدث عن قمة الأخوة، هذه القمة قمة العلمين حقيقة، قمة مفرحة بالنسبة للعرب، بها كثير من المؤشرات الإيجابية بالنسبة لنا كبلدان عربية. كيف ترى الرسائل والمسجات من خلال مخرجات هذه القمة؟ يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أي اجتماع للأخوة العرب جميعا هو اجتماع خير بإذن الله، وهذه الاجتماعات أصلا يجب أن تكون، تعرف هناك ظروف إقليمية صعبة وهناك ظروف عالمية أدت إلى تجاذبات في العالم، فلا بد من وجود دائما مثل هذه اللقاءات الأخوية الطيبة مثل التي رأيناها في العلمين، ولا بد للإخوة الزعماء العرب من الالتقاء، لأن الرسائل أولا تقول بأننا يعني نحن نعود يد واحدة، نريد أن نعمل عمل مشترك بالذات في موضوع التنمية المستدامة، وهناك قضايا إقليمية وقضايا عالمية. أهم قضية بالنسبة لنا نحن كعرب القضية الفلسطينية، ودائما تطرح وموجودة على الطاولة بأنه لابد من وجود أفق لحل سياسي إن شاء الله لهذه القضية التي طال أمدها، وهناك قضايا كثيرة أخرى أيضا في الجوار العربي حاليا، إن كان في شرق في المشرق العربي أو في مغربه في شماله وفي جنوبه، هناك الكثير من القضايا المتعلقة بالأمن القومي العربي، ولا بد أن يكون هذا أيضا من ضمن ما تحدث به الزعماء العرب، علاوة على وجود الكثير من الأمور التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومن أهمها عمليات الربط الكهربائي وعمليات الطاقة والاستفادة منها، كما أنه سيكون للغاز العربي في القادم من الأيام ما يقول على الطاولة مثل البترول العربي، لأنه ربما يشكل بديل لأوروبا التي سيقبل عليها الشتاء على فترة قصيرة وتحتاج للطاقة بكل تأكيد. طيب معالي الوزير صخر الدودين، كلمنا عن التحديات التي تواجه يعني هذه اللقاء ولقاء المحبة والأخوة في العالمين، وكيف رأيت هذا اللقاء في هذا التوقيت تحديدا؟ يا سيدتي، يعني مثل ما قلت من أول، يعني أي لقاء للزعماء العرب هو لقاء مهم، لكن التحديات الآن نعرف بأن هناك تحديات إقليمية قد أشرت لها، إن كان في شمال سوريا أو العراق الشقيق أو في أيضا العراق الذي يمر أيضا بفترة يعني صعبة، لابد أولا أن يشعر الجميع بأننا كأمة عربية وقادة عرب بأننا ننظر إلى قضايانا بشكل شمولي وبشكل جمعي، ولابد من الدفاع عن الأمن القومي العربي في كل المناطق العربية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، وجود القادة العرب مع بعضهم البعض في أرض الكنانة وفي عند الشقيقة الكبرى مصر، أصلا هذا يعني بيت لكل العرب، والعرب دائما يرتاحوا عندما يكونوا في أرض الكنانة وفي مصر السلام والمحبة لإخوانهم العرب، وأيضا مصر القوة لإخوانهم العرب، لأنه المرء كثير بأخيه، فنحن الحمد لله يشتد عودنا جميعا عندما نجتمع مع بعض كأمة عربية، ولا شك بأن مجرد وجود القادة العرب مع بعضهم البعض يعطي رسالة للآخرين بأننا كأمة يعني ما عدنا كما كنا ربما في العقد الأخير عندما هبت ما كان يسمى برياح الربيع العربي في حينها، ومن بعدها مرت بعض السنوات العجاف وجاءت سنة الكورونا التي قطعت العالم عن بعضها البعض، ولكن ها هي الأواصر تعود من جديد، ويعود التقارب وتعود هذه المحبة، ويعود أيضا من خلاله أيضا التصميم على أن يكون هناك تعاون اقتصادي وتنموي وما يتعلق بالطاقة، والأهم من ذلك بأن يعني قضايانا المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية أيضا دائما مطروحة على الطاولة. نعم.
معالي صخر دودين، نتحدث عن جهود جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، والعالم جميعه يعلم بأن جلالة الملك دائما يحمل راية السلام، وسياسة الأردن دائما متعارف عليها عدم التدخل في شؤون الآخرين وإيجاد الحل السياسي لكافة النزاعات اللي أثقلت الوطن العربي وجميع الدول العربية. خلينا ندخل في هذا الموضوع، كم هذه السياسة التي تنتهجها الأردن نسميها قوة ناعمة، كم لعبت دورا في المحافظة على تماسك الصف العربي، على إيجاد حلول لكثير من النزاعات، وأيضا على أن يكون الأردن فعلا هو الحضن الحاني لجميع الأخوة العرب؟ سيدتي، يعني اولا جلالة الملك المعظم هو يعني حامل فعلا هذا المشعل، وحامل يعني راية ان نكون دائما على وئام وعلى سلام مع جميع اولا اخواننا العرب واخواننا في المنطقة، وهو ايضا بنفس الوقت حامل مشعل القضية الفلسطينية الى المحافل الدولية قاطبة، لانه الوصف الشرعي والتاريخي الهاشمي على هذه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. جلالة الملك يحافظ على علاقة طيبة مع جميع إخوان العرب ومع جميع الدول العربية. في كل الأزمات التي لحقت في المنطقة ظلت علاقة الأردن علاقة متوازنة مع كل إخوان العرب، وظلت حدوده مفتوحة لكل إخوان العرب، وظل الأردن ملاذاً آمناً لكل من فاء إليه من أشقائه العرب عندما ضاقت بهم السبل، ونرجو أن تعود أمورهم جميعاً إلى ما نتمناه لهم جميعاً. جلالة سيدنا أطال الله بعمره له مكانة الحمد لله دولية وعالمية عالية جداً، يسخر هذه المكانة وهذه المكانة الرفيعة له لصالح أمته ولصالح شعبه ولصالح جميع القضايا العربية. دائماً ما نراه في كل المحافل الدولية يطرح القضية الفلسطينية بقوة، ويطرح بأنه لابد من إيجاد أفق سياسي وحل سياسي لهذه القضية قائم على حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران على الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ويطرح دائما بأنه لابد أن يكون هناك تكامل اقتصادي تنموي لكل دول المنطقة من حولنا، وأنه لابد أن نضع مصالحنا المشتركة ونعليها على أي لا سمح الله اختلافات بسيطة في وجهات النظر هنا أو هناك، وإنما هناك وحدة تاريخ دائما تجمع هذه المنطقة. وجلالة الملك المعظم من خلال نسله الهاشمي الشريف الممتد جذوره إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ويشعر نفسه بأنه دائما يمثل هذه الأمة كلها من أقصاها إلى أقصاها. معالي الوزير دودين، يعني تحدثت حضرتك حول العديد من المشاكل والأزمات التي توالت على دول العالم العربي في العراق ومصر والأردن وأيضا فلسطين وأيضا غيرها من الدول العربية، لكن إذا ما شئنا الحديث حول هذه الدول الأربعة وتبعات الأزمات والتحديات التي مرت عليها خلال الفترة الماضية، لقاء الذي يجمع قادة الدول العربية، لقاء له بعد بعيدا عن العلاقات الثنائية بعد أيضا اقتصادي مهم لتعزيز العلاقات والروابط لرفع المستوى المعيشي للشعوب العربية في هذه الدول. هذا كلام صحيح الحقيقة، يعني بالذات نحن في الأردن ومصر والعراق هناك مجالس ولجان عليا على مستوى يعني رئاسات الوزارات وتجتمع بشكل دوري، وقد تشرفت عندما كنت في الحكومة بأن اجتمعت عدة مرات مع زملائي من العراق ومن مصر، وطبعا دولة الإمارات العربية المتحدة دائما داعمة لكل هذه الجهود الإقليمية، والآن أيضا دولة البحرين موجودة في هذه القمة، وهذا شيء ممتاز جدا. شكرا معالي وزير الإعلام الأردني السابق صخر دودين لانضمامك إلينا في برنامج بيت للكل، نورتنا.